اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء، معنا مساكنين من نماذج حد العاقه. العاقه الحقيقيه في عقول بعض الناس وليست في الاجسام. كتير من الناس بينظر للاشخاص ذوي الاعاقه على انهم اشخاص عجزة، غير قادرين على الحياه، غير قادرين على العطاء. اصدقائنا من ذوي الاراده كل يوم بيثبتوا لنا ان هم قد التحدي وقد مواجهة الصعوبات والتحديات بارادتهم القوية وعزيمتهم واصرارهم. بيتحدوا كل صعب، بيتحدوا الاعاقة بارادة وعزيمة واصرار على تخطيها وتجاوز كل الاعاقات ومواجهة كل الصعوبات بارادة قوية. بيتحدوا كل صعب